اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي موقع جريده اهل مصر، اسعد الله صباحكم اينما كنتم. اهلا في بث يد من داخل محافظه المنيا. النهارده معانا موهبه جميله جدا، الاستاذ مايكل عياد، رسام المشاهير بالمنيا. بيرسم هو مع صبر العينين، بيديك رسمه في 10 او ربع ساعه بشكل سلس، هو كمان مغمض مع صبر العينين من غير ما بيبص على الرسمه، يعني شغل سلس. كمان بيرسم المشاهير ويعمل حاجات كتير جميله جدا تعرف منه من خلالها. اهلا بيك. اهلا بيك، عرفنا بحضرتك في البدايه. انا اسمي مايكل عياد. احكي لي، بترسم ازاي وانت معصوب العينين؟ بتجدر المسافات ازاي والملامح ازاي؟ هي الفكره كلها بتيجي ان انا لما برسم باي بورتريه بيتعمل زي بيضه مقلوبه، وبعد كده بتتقسم خط وهبي في النص، وبعد كده ببتدي اظبط النسبه في دماغي، عارف ان البيضه نفسها بتبقى الخط في النص، وبعد كده بتبقى العين تلات عيون، عين من هنا وعين من هنا، والعين اللي في النص اللي هي بين العين دي والعين التانية. فمنين ما انت ظبطت النسبة نفسها هتبتدي تشتغل وانت معصوب العين. وبعد كده المناخير بتتاخد برضو من جنب العين نفسها، وبتاخد المناخير نفسها برضو، مشحمة الودن دي نفسها بتبقى فوق يعني تلت العين. فانت بتظبط منين ما ظبطت المناخير نفسها والبق، فتبتدي بعد كده تقدر خلاص انت عرفت النسبه فين. لو هتعمل زاويه الاضاءه فانت بتبتدي بعد كده تسيح اللون، وزي ما انت بتشوف كده. ممكن انا مثلا بظبط النسبه وبعد كده ببتدي عملت خطوطي، ابتدي اشتغل في المساحات اللون بتاعتي. احكي لي بقى، ممكن تكمل حاجه تانية ترسمها بسيطه وبعد كده نكمل نتكلم على المشاهير؟ هي عامه البورتريهات لما اشتغلت كتير بورتريهات فخلاص ابتديت عينيا تتشبع يعني بالالوان وتزاويه الاضاءه والشغل وكده يعني. ممكن تكمل حته تانية في الرسمه بسيطه عشان المشاهير يشوفوها؟ حته بسيطه. حاضر. هي الفكره مثلا انا منين ما عرفت ان ده مثلا دي فوق الراس نفسها او الحته اللي هنا، فمنين ما انا بظبطها خلاص انا فهمت ان دي ده الخط الوهمي اللي هيتبين عليه المناخير والعينين. بعد كده الخط اللي من هنا ده اللي هو يعتبر ده العين، يبقى العين هتيجي من هنا في الحته دي كده، والعين الثانيه هتيجي من هنا. تمام، ادي كده انا ظبطتها. هي طبعا مساحه المساحات بتفرق يعني، المساحات الكبيره الواحد بيعرف يشتغل بها بتفاصيل اكتر لان بتبقى ليها نسبه معينه. نفس القصة لما باجي ارسم المناخير معروفة ان هي عند مشحمة الودن، مشحمة الودن بتبقى من عند الخط ده اللي هو بيترسم عليه اللي هو هنا في الحتة دي. تمام. فانا منين ما خلاص ظبطت الخط اللي من هنا والخط اللي من هنا والخط اللي في النص، عرفت النسب بتاعتي، ابتدي اشتغل عادي براحتي من غير اي قيود ولا حاجة. تمام. خش البتاع ونتكلم بقى عن رسم المشاهير بقى. ترسم مشاهير كتير بشكل مختلف. احكي لي بقى على المشاهير اللي ترسمها المختلفه دي، وكمان اللي كانت في مركز الشباب والرياضه. انا بالنسبه للمشاهير هي جت الفكره كالاتي، ان هم كانوا طالبين في الشباب والرياضه ان هم يسلطوا الضوء على مين، ايه محافظه المنيا، مين محافظه المنيا. فحبيت ان انا اعملها كفكره بدل اكتب منشور ولا منشط ولا اي حاجه، حبيت ان انا بفرشتي اعبر مين من المنيا، محافظة المنيا فيها مين؟ زي مثلا فيها مغنيين كتيرة، فيها مطربين، فيها ناس كتاب كتيرة، فيها ممثلين، فيها برضو شيء يعني فيها شيوخ، فيها كمان فيها معالم أثرية كتيرة. فعلشان أقول مين محافظة المنيا، لأن في الأغلبية دايما يقولوا المنيا ما فيهاش شغل كتير علشان خاطر تتعرف يعني للدرجة دي، لكن بالعكس هي طالعة منها مفكرين وصحفاء وكتاب. فحبيت ان انا ببساطه ان انا اعبر مش بشكل عام، فحبيت ان انا اعمل بشكل يعني بسيط مين محافظه المنيا وكده. احكي لي بقى عن الصور المشهير زي البابا شنوده وغيره. هي الفكره جت ان الناس كلها متاثره بالبابا شنوده لان بيحبوه جدا، وكان في الوطن العربي او في مصر عامه، لان هو ليه معزه خاصه في قلوب الناس يعني. فاضطريت ان انا يعني بشكل بسيط اعمل بورتريهات يعني تكون صعبه
وفي نفس الوقت الصعب الصعب السهل او الممتنع. فالفكره انا حبيت ان انا اعمل صوره للبابا شنوده زي شغل 3D اللي هي منظر اللي تشوف العمق نفسه زي كانه النحت وكده. فحبيت ان انا اعمل صوره البابا شنوده بالوضع ده لان الصوره دي مشهوره جدا، فحبيت يعني اعملها بشكل خاص يعني. تمام، رسمت كمان مشاهير زي نجيب محفوظ، علاء ولي الدين، ما هو ده حضرتك كنت بتكلم فيه. لما ابتدت الشباب الرياضه يدعوني ان انا اعمل حاجه للمشاهير، مشاهير المنيا، فابتديت ان انا عملت زي عبود اللي هو علي ولي الدين، الشخصيات المعروفه. انت مغرم بالمشاهير بشكل عام؟ طبعا، لان هم دول العلامه والرموز اللي تميز كل محافظه او كل بلد. كمان رسمت البنت دي، ايه الهدف منها والست الريفيه وغيرها؟ انا حسيت ان البنت دي يعتبر شكل الطفوله، وفي نفس الوقت واخده وضع التواضع والصلاه والوقار، يعني بنت صغيره كده بتشكر ربنا. ورسمت كمان المراه الريفيه في اللوحه دي قدامنا. دي بالنسبه للصوره دي انا كانت عملتها هي ما نزلتش في اي معارض قبل كده، وما حبيتش ان انا اعملها لان انا قلت ايه هتجي لها وقت، وحابب ان انا اعمل معرض بكل اللوحات دي. تمام، فطبعا دي انا الصوره دي بتحكي عن المراه الريفيه والمعاناة بشكل بسيط وده كله. بشكل بسيط وفي نفس الوقت بالصور اللي يعني الحاجات العناصر اللي جوه في الصوره، يعني مثلا الطيور، الاكل اللي قدامها، برضو هنا مثلا هتلاقي الفرن عاملاه زي ترابيزه، الحاجات دي كلها. الكرسي برضو استغلته عملته برضو عشان تقعد عليه تاني، يعني اعاده تدوير. فالشعب المصري دايما بيفكر في الحاجات دي، لما كرسي مثلا بيتكسر مش بيرميه، صح، بيبتدي بعد كده يصلحه ويظبطه والحاجات دي كلها. فده اللي خلاني برضو ابتدي يعني اعمل حاجه جديده مش موجوده، يعني لازم الواحد يفكر ويبدا ويشتغل في حاجات مش موجوده قبل كده علشان الناس تعرف انت مين. صح، لكن في التصوير عامه اللي هو ان انت بتعمل حاجه زي ما هي، مش انت ما عملتش حاجه جديده، لكن لما تعمل موضوع ويكون فيه عناصر كتيره فده بيخليك ان انت برضه تبقى مميز عن الناس التانية. تمام، في النهايه بنشكرك وتمنى دايما التوفيق. تعيش ربنا يخليك. في نهايه لك انا عزام شهيد ومتابع موقع جيت اهل مصر، لكم شكرا جزيلا لحسن الاستماع.